طيب استاذ عدنان حلبيه عضو مجلس اداره النادي المصري، طبعا طبعا زي ما بقول هو عضو برضه لاعرق الانديه المصريه في كره القدم. تحياتي لحضرتك يا استاذ عدنان. اهلا وسهلا بحضرتك يا اخبار دكتور، حضرتك؟ ربنا يخليك، طيب ربنا يعز حضرتك. خلينا الاول نبارك لكم طبعا يعني بعد الموقف اللي كان صعب بالنسبه للنادي المصري، وجوده في المركز السابع بعد صراع طبعا كان الامور كانت صعبه جدا وظروف صعبه مريتوا بيها في الفتره اللي فاتت. الله يبارك في عمر حضرتك يا فندم، متشكر جدا لذوقك، ربنا متشكر يا يخليك. فندم، ربنا طيب يخليك. خلينا نتكلم، يمكن كلام كتير على محمود وادي وبيعه النادي بيراميدز، كلام يعني صحته من في الخبر ده، صحة الخبر ده ايه؟ والله انا لسه في عندي مفاوضات مع انديه بخصوص لاعبين عندي، ولاعبين عايزهم زي حال كل الفرق اللي موجوده في الدوري. فلحد دلوقتي في مفاوضات مع الانديه، ولسه لم نستقر على راي محدد في اللاعبين اللي خارجين، ولسه هنقعد مع المدير الفني لان برضه راجل مركز في المعسكر مع اللاعبين، لسه فاضل عندنا مباريتين فمركزين فيهم، والقرار لسه ان شاء الله يعني كلها مفاوضات، وبتشوف الناقص ممكن اللي نعرف عندك اسامي ايه الانديه يا استاذ عدنان بعد اذنك اسامي انديه ايه. اللي بتتفاوض على شراء محمود وادي؟ والله هي يعني مش مساله، برضه هو الموضوع في السريه لسه تامه. بقول لحضرتك انا مش عايز ازعج، اديك شايف لما الاخبار يعني بتنتشر اخبار عن لاعب او اتنين، بحس ان هم موجودين في الملعب ما فيش تركيز، وده موضوع احنا كنادي او كاداره نادي متضررين منه او متضايقين منه، فاحنا عايزين اللعيبه بتاعتنا تبقى في تركيز كامل، واحنا بنتحرك في كل الامور في نفس الوقت عشان نحقق احسن استفاده للنادي المصري ان شاء الله يعني. كل التوفيق ان شاء الله للنادي المصري. لكن خليني بقى اكلمك على السنوات بقى الموسم المقبل ان شاء الله استاذ عدنان، شراء اللاعبين اللي ممكن يكون انتوا في حاجه ليهم، كابتن علي ماهر مستمر بشكل ما في الموسم المقبل، يعني الامور الخاصه بيه، ونطمن طبعا جمهور المصري، يعني اكيد ده أنا مهم جدا بطمن بالنسبه الجمهور لهم. المصري، وأنا قلت الكلام ده يمكن من بعد مباراة الزمالك بتاعة الدور الثاني وبعد المشكلة بتاعة الكورونا. قلت لما في بعض الأقاويل تناثرت على إن النادي المصري بيحاول إن هو يلغي بطولة الدوري، أو من الفرق اللي عايزة تلغي الدوري أو بتحاول تتلكك عشان تعمل مشكلة وتلغي الدوري. قلت يا جماعة إحنا في حالة مرضية، والحالة المرضية مفيش عليها مزايدات، وإحنا ما بنرجع انا عارف احنا رايحين فين، وقلت الكلام ده في الاعلام في اكتر من جهه، من اكتر من قناه، قلت النادي المصري ما بيرجع احنا عارفين كويس قوي هو رايح فين. ولكن المصري كان عنده مشكلتين، المشكله الاولانيه وقف القيد اللي النادي المصري ليس له علاقه بيها نهائيا، لا لو كان ليه علاقه بيها او عنده خبر بيها كانت اتحلت من اول يوم، لان قيمتها الماديه او قيمتها الماليه كانت حاجه بسيطه جدا توازي او تساوي 30,000 دولار تحديدا. احنا مخلصين مشاكل مش بتاعت النادي بارقام اكبر من كده 15 ضعف. فبالتالي مشكلة كانت بره النادي ولم نخطر بها من أي جهة من الجهات، فبقت مشكلة على النادي كبيرة، فكان عندي مشكلة في القيد، فبالتالي كان عندي مجموعة إصابات لعيبة مكملة معايا بقالها أكتر من موسم، وعندي مجموعة إصابات كبيرة جدا 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 وخاصة في خط الظهر الخلفي تحديدا، فبالتالي ده كان ظرف صعب جدا جدا يمر على النادي. الحالة الثانية حالة الكورونا اللي مسكت في لعيبة النادي، وكنا من ده أول كان صعب، الفرق موقف صعب طبعا مرته موقف بيه. صعب جدا، وكان طبعا التواتر او تباين النتائج اللي كانت بتطلع في نتائج التحاليل ايجابي سلبي سلبي ايجابي ايجابي سلبي سلبي ايجابي في 24 ساعه وفي 48 ساعه، عملت حاله من عدم الثقه ومن القلق داخل اللاعبين، وفي لعيبه كانت بتلعب وعندها اعراض وتحاليلها نتائجها كانت سلبيه، فبالتالي كانت حاله سبحان الله ما اعتقدش ان ممكن تحصل في الكوره. فبالتالي لكن احنا انتوا مرضى علينا يعني قدرتوا ان انتوا تعدوا المرحله الصعبه دي يا استاذ عدنان. كابتن علي ماهر مكمل الموسم المقبل ان شاء الله كابتن، ولا مش نكمل ان شاء الله باذن مكمل ان الله شاء الله؟ هو تعالى عمل صراحه، باذن الله، عمل الفتره اللي فاتت مجهود كبير مدرب جدا قدير واضح جدا على اداء ومحترم اللاعبين وبيبذل مجهود كبير، ونتمنى اللي يكون متواجد معانا، وان شاء الله يكون متواجد معانا باذن ان الله شاء الله. تعالى استاذ عدنان نكمل انا معاه. بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق.